يسعدني مشاركتهم كل سنة، وإن شاء الله يكون نجاح من أكثر وأكبر. وطبعا بين التجول بين السيدات نشوف أشياء جميلة جدا، وفي منهم غيروا النمط اللي هم يعني على دراريعهم على منتجاتهم، أشياء جميلة جدا، وافتخر أكون معهم كل سنة إن شاء الله. السنة هذا خليجيا، السنة الجاية إن شاء الله يكون خليجي عربي وينتقل من دولة الكويت إلى الدول العربية الأخرى إن شاء الله. هذا المعرض الثاني لمشاريعنا رقم 2. أنا يسعدني أني أنا بخلال أسبوع يعني البوثات ما شاء الله تبارك الرحمن كلها يعني انترست من مشاريع الكويتيات والكويتيين. طبعا إحنا عندنا المشاريع كلها مختلفة ومشكلة علشان موسم العيد وموسم القريعان، هذا يعني يكون فيها الموسم وايد يعني إقبال شديد في الشراء. المعرض هذا راح يكون إن شاء الله من يوم 16 هو اليوم ليوم 21، يعني نتأمل من جميع الجمهور إنها يحضرون يشوفون منتجات الشباب الكويتي ويشوفون المنتجات اللي هي مختلفة عن المنتجات اللي في السوق، يعني شيء مميز. إحنا صراحة نفتخر فيهم وإن شاء الله يكونون معنا في معارض ثانية.